يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز للمحتاجين أن يأخذوا الصدقة والزكاة من أهل الربا؟ الذي المال الذي هو من الربا أو من الكسب الحرام أيا كان، إذا علمت أن هذا المال من الكسب الحرام فلا تأخذه ولا تنتفع به أبدا. أما ما لم تعلم وهو عنده أموال منها حلال ومنها حرام فلا مانع أنك تأخذ، لأن الأصل الحل.